السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو لسه جديدة في القناة انزلي تحت اعملي اشتراك وتغطي على زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهاردة هفرجكوا على انا عملت ايه عشان اجدد الانتري بتاعي بحاجة بسيطة خالص، لحد ما اشوف انا هجيب له مثلا كفر او هغيره خالص او كده، حاجة مؤقتة عشان تكسر الملل اللي انا كنت عايشة فيه. دي كانت قماشة عند مامتي، انا خدتها وعملتها كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وكنت عايزة اعمل مناديل للايد برضو، بس الحقيقة انها خلصت. القماشة دي 5 متر وهي قماشة جميلة خالص ولونها كمان لايق على الانتري. انا مستنية رأيكم، قولولي يعني ايه رأيكم فيها وفي اللون وكده، ورأيكم طبعا في الشكل. دلوقتي انا غيرت المنظر خالص، غيرت يعني النظام. قولوا لي رأيكم يلا في التعليقات. يلا باي.